وان تو شو جمعية تأسست في مارس 2017 دونك في صفاقس تخدم في الريجيون تاع صفاقس. جمعية شبابية ثقافية بالأساس نخدموا على الكاتيجوري تاع لي جون الأعمار ما بين 14 و 22 سنة. الجو هوني باهي على الأخر، صحيح فما برشا خدمة فما برشا تعب، أما الأمبيونس باهية خاطر فما تفدليك ومنسجمين وكل شيء، وسورتو زادا فما تعاون. جمعية وانت تشوف يا كتر اتيليي، الاتيليي الاولاني اللي هو المسرح، الثاني الموسيقى، والثالثة الفنون التشكيلية والجرافيتي، والرابع هو السينما. واللي ريسبونسابل واللي اطرف في الاتيليي هذوما هما شباب منهم فيهم، فضلهم هما وفضل خدمتهم قاعدين نتحصلوا على جوائز وقاعدين نشاركوا في مسابقات وقاعدين بشوية بشوية ناخذوا في دي بينيفيس على شكل هيبات ماتيريال، على شكل دي سيرتيفيكا شهيد، على شكل انه اسمنا يظهر. ننصح الشباب الكل انهم يدخلوا في العمل الجمعياتي، يتعلموا النوسيون دو جروب، كيفاش يتعاملوا مع اصحابهم وكيفاش يعاونوا اصحابهم، على خاطر الشاب كي يدخل الجمعيه يعرف يحدد نيته وطريقه وين. وهذا يقولوا انه لي جون ما ينجموا يعملوا حتى شيء، انه ما يصير كل شيء كان بالفلوس وبضخ الاموال، اوركو لا مش صحيح هذايا. دونك احنا جمعيه عندها عام ما تلقات حتى تمويل لا اجنبي ولا تمويل عمومي. دونك يا لي جون امنوا برواحكم، ما يحقر حتى واحد فيكم روحه، اعطي فرصه لروحك، ما تظلمش روحك. انا ناكد لك اول مجال نجم تلقى فيه روحك راه باش يوصلك ويوصل الأحلام اللي انت تحب توصل لها.